طيب الناس برضو من كتر اجتهادها امبارح اتكلموا على فكرة ان المغرب مش هتستضيف، وفي اتجاه ان الكاميرون تستضيف. انا امبارح بصراحة ما حبيتش اعلق على الجزئية دي، زي ما علقت على فكرة ان كايزر تشيفز مش هيسافر، قلت يا جماعة لا الفريق هيسافر، بس فكرة نقل البطولة للكاميرون يا جماعة في تفاصيل مهمة جدا عشان تنقل مباراة نهائية زي دي من دولة لدولة، بتاخد لها وقت وبتاخد لها اجراءات. طيب انا النهارده قبل ما ابدا الحلقه، موقع يلا كوره يمكن تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكره القدم، وفي تصريح خدوه من الاتحاد الكاميروني وتصريح رسمي بيقولوا فيه لم نتلقى اي خطاب من الاتحاد الافريقي بيفيدنا او بيطلب مننا نستضيف نهائي دوري ابطال افريقيا. المعلومه اللي عندي كمان بخلاف التصريح اللي موجود قدامكم على الشاشه من الزملاء في يلا كوره بعد تواصلهم مع الاتحاد الكاميروني، ان الكاف ما خطبش الاتحاد الكاميروني لاستضافه الفاينل، وكل الكلام اتقال ده يا جماعه غير دقيق لغايه اللحظه دي. المباراه يا جماعه موجوده في المغرب لغايه اللحظه بكلمكم فيها، ولو حصل تعديل اعتقد هيكون في تفاصيل كتير الكاف هيعلنها، لكن المباراه في المغرب. وزاره الصحه طلبت الفريقين يكونوا موجودين قبل المباراه بثلاث ايام، فطالما وزاره الصحه طلبت ده يبقى كل الاجراءات زي ما هي. هي الفكره في تغيير الميعاد زي ما انا قلت لكم خلال الساعات الاخيره. طيب ده بخصوص مكان وموعد نهائي دوري ابطال افريقيا، واتمنى بقى نقفل الملف ده لغايه لما يطلع تصريح رسمي من الجهه المنظمه اللي هي الاتحاد الافريقي تقول فيه للناس كل التفاصيل. كلام الكتير ده يا جماعه ممكن يشتت اذهان الفريق عندنا، لان عنده مباراه لسه بعد اربع مباريات في الدوري. فنتمنى نركز دايما في الهدف اللي احنا عايزينه دلوقتي، المباريات المحليه، ووقت ما تيجي المباراه الافريقيه الكاف اللي بينظم وهو اللي هيقول في النهايه المباراه فين مكانها فين، وهو متفق على كل شيء مع الاتحاد المغربي، والمباراه يوم 17/7 الى الان.